في روايتك عرقشينة السيد، هذه الرواية اللي كتبتها حضرتك دكتور، منو بطلها الحقيقي؟ نعم، بطلها الحقيقي سيد هاني الناجي اللي خلقته مخيلتي. سؤال، هل بالإمكان العثور على هاني الناجي حقيقي؟ كل المؤشرات تقول نعم. لماذا اخترت بيئة العمارة جنوب العراق؟ بيئة يتحرك بها هاني الناجي. هذا لا يعني أنني لن أجده في مكان آخر، هذا أنا وكأني جعلت من العمارة رمز للجنوب العراقي ولربما العراق كله. هاني الناجي صنيعة خيالي، لكن هل من الممكن أن نعثر عليه؟ أجده جزءا مني، ما أردت شخصية أن شخصية تتمناها؟ نعم أحسنت. تتمنى وجودها أم تتمنى تكونها؟ أتمنى أخلقها ببراعة، أتمنى أن أصنعها، أن أقدمها بطريقة تليق بما أشعر به أو ما أفترضه من وجود العاشق على هذه الكيفية. قدمها على أرض الواقع لو تقدمها بشكل درامي؟ لا أقدمها للقارئ، هو كيف يتعامل وياها هذا شأنه. أي تنبثق من الكتاب من الصفحات، المتلقي هو الذي يحكم. نعم.